ماي اكسبيرينس بالجامعه الانطونيه الاساتذه كثير دعمونا بشكل لا يقدر. لقيت اشكرك انت اليوم على كل هالشمع اللي مضويتي لي اياهم وشكلهم نفعوا. بالمناسبة الحلوة حابة كتير من كل قلبي اتشكر الجامعة الأنطونية على الفرصة اللي قدمت لي اياها وخلتني اني كفي علمي. احلى نهار بحياتي، نحنا كتير متأثرين اليوم اني شوفه صار شاب وعم بيتخرج، ان شاء الله معهم بينهض لبنان وبيشوفوا مستقبل كتير حلو وبيزدهر لبنان اكتر. أحلى جامعة جامعة الأنطونية وإن شاء الله دايماً بالتقدم وبالنجاح يا رب. أحلى شعور للأهل إنه يشوفوا أولادهم نجحوا ووصلوا لهي المراتب وإن شاء الله إنه يلاقوا مستقبل يليق فيهم. نحن مجموعة من الطلبة العراقيين، الجامعة الأنطونية وفرت لنا فرصة طيبة إنه نجي ندرس هنا ونحصل معدلات جيدة ونتخرج ونتعرف على زملائنا وندور في فلكهم وآفاقهم ونستفاد كثيرا من خبراتهم وتجاربهم. شكرا جزيلا للفرصة اللي وفرت لنا الجامعة. My fellow graduates class of 2022, we are undoubtedly one of the toughest and most resilient generations, which is why I'm not worried that we won't be successful. I'm worried that we won't fail from time to time. If you're ever going to succeed at anything you do, you have to make mistakes. Fail, fail again, and then fail better. العالم كله سوق عملكم. العالم كله متاح لأفكاركم وطموحاتكم. فلا تحجروا على أحلامكم في ضيق ما نعيشه اليوم. احملوا شهاداتكم بفخر كي تواجهوا المستقبل، وبتواضع كي تستمروا بالتعلم، وبنزاهة كي تليق بالعلم ويليق بكم. Let this be a countdown for history.